وي شاف ناضي 500 رونديفو تي ال اس 800 رونديفو بي ال اس 660 رونديفو في اف اس وعلي السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كلابو كلو. جيب القهوه ولا الدكه ديالك وعطيني ودنك حيت الطرح اليوم غيكون سخون. شينغن هي واحد المنطقه اللي كتكون من 27 دوله، 23 من دول الاتحاد الاوروبي وربعه من دول اعضاء في رابطه التجاره الحره الاوروبيه. وهاد اربع الدول هما ايرلندا، ليشتنشتاين، النرويج وسويسرا. و23 دوله اللي بقات هما جميع دول الاتحاد الاوروبي باستثناء بلغاريا وقبرص، رومانيا وايرلندا، موناكو وسان مارينو والفاتيكان. دابا عرفنا الدول ديال منطقه شينغن، واجي دابا نشوفوا شنو هي الفيزا شينغن. وراه باينه غتكون فيزا باش غتمشي لشينغن. سطحين ولكن راه فيها بزاف ديال الانواع. النوع الاول هو تاشيره شينغن الموحده USV، كتمكنك تدخل جميع الدول اللي في منطقه شينغن وفيها جوج ديال الفئات. الفئه ا كتسمح لك تدوز ما بين المطارات اللي في دول شينغن ولكن ما يمكنش تخرج من المطار. الفئه سي كتمكنك من الاقامه في دول شينغن لمده 3 شهور خلال فتره ديال 6 شهور، وكيحددوا لك واش تدخل مره جوج مرات ولا بزاف ديال المرات. النوع الثاني تاشيره ذات صلاحيه محدوده LTV، كتمكنك انك تدخل دوله ولا بعض الدول فقط من دول منطقه شينغن. النوع الثالث هو التاشيره الوطنيه الفئه دي، كتمكنك تدخل دوله فقط من منطقه شينغن مع الاقامه لاكثر من 90 يوم، يعني اكثر من 3 شهور. باش تاخذ الفيزا شينغن خاص يكون عندك غرض من احد الاغراض اللي هي عمل، زياره العائله والاصدقاء، اسباب طبيه، عبور المطار، سياحه، غرض ثقافي، دراسه اولا غرض رياضي، زياره رسميه، التحاق الازواج، طاقم تصوير افلام اولا غرض او حدث ديني. تي ال اس كونتاكت بي ال اس سبين و في اف اس جلوبال هادو شركات وسيطه مع القنصليات الاوروبيه. المهمه ديالهم تكفل بحجز المواعيد الناس اللي باغا تدفع الفيزا شينغن. في هذه الفتره الاخيره بزاف ديال الناس كيدخلوا المواقع ديال هاد الشركات باش يحجزوا الرونديفو ديالهم، ولكن كيلقاوهم ما بقاوش، شيء اللي خلى هاد الناس يطرحوا بزاف ديال التساؤلات. شهر يناير من سنه 2023 كيوصلوا تحذيرات من عند اللجنه الوطنيه لمراقبه حمايه المعطيات ذات طابع الشخصي، كتقول بلي هاد الشركات اللي ذكرنا كيتعرضوا للقرصنه من طرف واحد الشبكه ديال السماسريه. هاد السماسريه خدامين بواحد الروبو اللي اون فوا كتبغي تعمر المعلومات ديالك وتورك على كلمه حجز، هاد الروبو كيدي لك الرونديفو ديالك بواحد سكريبت اللي ديجا واجد، ومن بعد كيعاودوا البيع في هاد المواعيد باثمنه كتوصل لضعف المبلغ ديالها ثلاثات المرات. وشوف اخويا اعطيني داك الرونديفو الله يرحم لك الوالدين، نعطيك اللي بغيتي. بزاف ديال المغاربه اللي في عجله من امرهم كيتعرضوا للابتزاز، والحاجه المليحه لهاد الموعد كتخليهم يدفعوا هاد المبلغ الكبير غير باش ما يبقاوش بلاش. اخويا اللهم نخلص تريبل ولا نبقى بلاش. اسيدي هاد العصابه ما وقفوش هنا، الا ما بغيتيش تاخذ من عندهم الموعد بداك الثمن اللي كيقولوا لك كيوصلوا معاك للابتزاز بالمعطيات الشخصيه ديالك. سي المسوه حنا كاملين عارفين اش عندك في داك التليفون، متاكد باغي تاخذ رونديفو بتريبل؟ ايوا اخويا ايوب كي دايرين الدار لاباس كلشي بخير؟ كنتمناو من السلطات بالتعاون مع القنصليات وخبراء الامن المعلوماتي يلقاو حل لهاد الثغرات، حيت اليوم جارك وغدا تقدر تكون انت اللي حاصل. نتلاقاو في الحلقه الجايه وما تنساوش شوف تيفي لانفلونس، حنا لانفلونس.